طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل كلامنا. علشان زميلكم اللي بيسأل خارج المجال، لا هو انا قصدي المجال هنا اللي هو التخصص الدقيق زي ما احنا اتفقنا، اللي بنحدده او من خلال اهتماماتنا اللي بنحدد على اساسها هنبحث ازاي ونختار الموضوع اللي احنا هنعمل عليه الريسيرش بلان بتاعتنا. خلاص وصلنا، اتفقنا احنا كجروب، انا بقول لكم على الخطوات من البدايه علشان عناصر شغلنا علشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لكم. اتفقنا على ان احنا كجروب استقرينا على الاختيار لتخصص دقيق معين هنشتغل فيه. هنختار مثلا مجال السايت على سبيل المثال، هنشوف الموضوعات اللي ليها علاقه بهذا المجال. اذا هنبحث في الدوريات والمجلات العلميه اللي ليها علاقة بهذا التخصص الدقيق. اخترنا موضوع بناء على تصفحنا ومراجعتنا لهذه الدوريات العلمية أو من على المواقع، استخدام المواقع على النت. اخترنا فكرة موضوع بنقعد نتفق عليها. ممكن الموضوع أنا لقيت عنوان كويس، أو من خلال قرايتنا للريفيو طلعنا فكرة موضوع كويسة، بنصيغها بقى. ممكن نعمل صياغة معينة كلنا بنتفق عليها. صياغة التايتل وارد إن هي تتغير طول ما إحنا بنشتغل، لكن بداية إحنا بنختار فكرة موضوع وبعدين بنبلور العنوان. اشتغلنا على أو حددنا بداية عنوان هذا عنوان هذه الاستادي أو هذا الريسيرش. خلاص يبقى أول خطوة عندي اختيار المجال الدقيق وبعدين اختيار الموضوع اللي يتوافق مع اهتماماتنا. الخطوة اللي بعد كده هنشتغل على الانترودكشن بتاعي. الخطوة اللي بعد كده في الريسيرش بلان أو البروبوزال أو البروتوكول بتاعنا هنشتغل على الانترودكشن. الانترودكشن اللي هي هيبقى فيها ايه؟ فيها باك جراوند عن الموضوع اللي احنا هنشتغل فيه. خلاص؟ كل جزئية عندي في التايتل ببتدي ان انا اتكلم عنها. زي ما انا قلت لكم من قبل، سي هنشتغل عن الاستريس والكوبينج على سبيل المثال. مثلا يبقى انا هتكلم عن الاستريس واعطي عنه باك جراوند وعن الكوبينج. طيب انا بتكلم عن الاستريس والكوبينج او الادابتيشن او الاستريس مانجمنت وات ايفر، يعني كل ده موجود في التايتل اللي عندي. انا بتكلم عند فئه معينه، ما هو لازم التايتل يبقى موضح لي البوبيوليشن. طيب يبقى انا هتكلم عن شريحه معينه، مثلا هنقول المراهقين في مرحله او الاشخاص في مرحله المراهقه او الطلاب في طلاب البكالوريوس مثلا في التخصص بتاعنا. فاذا انا لازم هتكلم عن كل تفصيله موجوده عندي في التايتل ده الانترودكشن. ما ننساش ان في الانترودكشن بتوضح لي او بوضح السيجنيفيكانس اوف ذا ستادي. يا جماعه اللي هيساعدكم في هذا الكلام راجعوا الموضوعات، ارجعوا للموضوعات اللي اتكلمنا فيها. التايتل بيحتوي على ايه وايه الكرايتيريا؟ الانترودكشن او الريفيو بتاعنا بيحتوي على ايه؟ الكونتنت الخاصه بيه. طيب اذا احنا حددنا التايتل، حددنا الانترودكشن او عملنا الانترودكشن وختمنا الانترودكشن بكلامنا عن السيجنيفيكانس اوف ذا ستادي، احنا ايه اهميه اجرائنا لهذه الدراسه؟ لان في مشكله عايزين نوجد لها حل، لان هذه المشكله عواقب فعايزين نحد من تلك العواقب، يعني بما معناه. فاذا انا عندي لازم الانترودكشن عباره عن باك جراوند للمشكله بالتفاصيل او بالتفصيل مع اسقاط الضوء او تسليط الضوء على السيجنيفيكانس اوف ذا ستادي. خلاص بننتقل للايم او البيربوس اوف ذا ستادي، ايه الغرض من الدراسه؟ لو انا دراستي ديسكريبتيف عاده بنقول تو ديسكرايب، احنا بنوصف، احنا بنتعرف، ريكوجنايز، ديترماين، يعني بنشوف ايه الاوبجكتيف اللي متماشي مع طبيعه الدراسه. وما ننساش ان برضو ده موجود عندي في السلايدات، البيربوس اوف ذا ستادي بيكشف لي عن طبيعه الدراسه. طب انا الدراسه بتاعتي لو اكسبيرمنتال يبقى انا هستخدم الفيرب اللي هو ايفالويت او تيست، تمام، او انفستيجيت. فاذا هنا البيربوس اوف ذا ستادي بيكشف لي عن طبيعه الاستادي بتاعتنا شكلها ايه. اذا اتكلمنا عن اختيار الموضوع، التايتل، صياغه العنوان والكريتيريا الخاصه بيه، انتقال لجزئيه الانترودكشن، كلامنا عن المشكله وعن بالتفاصيل عن كل جزئيه في العنوان بندي عنها خلفيه مع الختام بيه.
ذا ستادي، بننتقل للايم من الاستادي. خلصنا كل ده ننتقل للريسيرش كويستشن وريسيرش هايبوثيسيس، عنوان البحث. بنشوف بقى عفوا سؤال البحث او افتراض البحث. الافتراض زي ما احنا اتفقنا عندي انواع مختلفه من الهاي ريسيرش هايبوثيسيس، بيفترض ان وجود السامبل، هنقول على سبيل المثال السامبل هايبوثيسيس، الافتراض البسيط بيفترض بوجود علاقه بين متغيرين، تمام؟ احنا بقى بنجاوب على صحه هذا الافتراض، بنأكد صحه هذا الافتراض من عدمه طبقا لنتائج الدراسه اللي احنا بنطلع فيها او نطلع بيها في الاخر. او ان انا عندي رساله البحث، سؤال البحث زي ما احنا اتفقنا، انا بحدد السؤال. السؤال برضو له معايير، في اللي هو ايه المعايير، برجع لها موجود كل التفاصيل دي عندي في الشابتر الاولاني والثاني. طيب حددنا التايتل، عملنا الانترودكشن، حددنا الايم من الاستادي، حطينا ريسيرش كويستشن وريسيرش هايبوثيسيس. ايه النقطه اللي بعد كده، الشابتر اللي جاي، الميثود او الميثودولوجي اللي هي مشتمله على ايه، الاستادي ديزاين نوع الدراسه بتاعتنا، السامبل والسبجكت هم افراد العينه، الانكلوسيف كرايتيريا ايه المعايير اللي احنا معايير اللي بنختار على اساسها الاستادي سبجكت او بارتيسيبانت، التولز اوف داتا كولكشن ايه الادوات اللي احنا بنستخدمها لتجميع البيانات. خلاص كل ده اللي بيفيدنا في قرايتنا، كل ما بنرجع للمواقع وبنستفيد من المجلات وبنطلع على المجلات والدوريات العلميه اللي ليها علاقه بالموضوع اللي احنا اخترناه، وبنشوف الدراسات اللي ليها علاقه بهذا البحث، فكل ده بيوضح لنا اكتر او بنستفيد اكتر ازاي نعمل الريفيو او نعمل الانترودكشن. طيب الدراسات السابقه او الدراسات اللي احنا قرينا فيها او قرينا عنها، الادوات اللي استخدموها الجمع البيانات، كل ده بيساعدنا على الوصول للادوات اللي هيتم الاستقرار عليها الجمع البيانات بتاعتنا. هنستخدم ايه؟ الكويستشنير مثلا، طب ازاي نعمل له؟ هل الكويستشنير ده موجود ولا احنا اللي هنكونه هنعمله؟ يعني هو الكويستشنير ده لحد معين اوريدي جاهز ولا احنا اللي هنصممه؟ طب ايه الداتا اللي بيحتوي عليها هذا الكويستشنير؟ طب انا هستخدم انترفيو ولا هنستخدم تشيك ليست او اوبزرفيشن معينه وهكذا. بنصل لحد الميثودولوجي، بنقف عند كده. ليه؟ لان انا ما بكملش دراسه لغايه الاخر، لان ده اسمه ريسيرش بلان، خطه البحث بتاعتنا. ولكن في عناوين على شكل عناوين بنسرد بقيه الموضوعات او بقيه الشباتر. في عندي بعد الميثودولوجي في الريزلت وفي او المين الفايندنج وفي الكونكلوجن وفي الدسكشن بعد الريزلت الدسكشن وبعدين الكونكلوجن والريكومنديشن. وما ننساش ان اخر شابتر عندي الريفرنسز، المراجع. طب انا استخدمت في البلان بتاعتي ريفرنسز، استخدمت مراجع لناس انا استفدت منها في الانترودكشن او في عمل الريفيو، لازم اذكرها، لان انا في كتاباتي للريفيو انا اخذت جزئيه معينه من عملت لها سايتيشن من استادي معين، برجع للريفرنس ده وبحطه داخل الريفيو وبعدين بعد كده بحطه في شابتر الريفرنس عندي. اوكي ده تقريبا كلامنا عن الريسيرش بلان، علشان خاطر تبقى انا غطيت الجزئيه دي، لان التاسك المطلوب منكم زي ما احنا اتفقنا ان شاء الله لفتره ما بعد العيد. يبقى احنا اخذنا الخطوات التاليه، تقسيمه المجموعات، اللي باقي ما زودنيش بمجموعته انا هكمل عليها من خلال الكشف اللي معايا، بلس زي ما احنا اتفقنا تسليط الضوء على الريسيرش بروبوزال ازاي بنعمله، ومطلوب منكم بعون الله تعالى بعد اسبوع او في الفتره اللي بعد العيد بعد ما تخلصوا الامتحانات ان شاء الله نلمد. اي سؤال يا جماعه؟ اي سؤال او استفسار؟ اي سؤال او استفسار؟ طيب احنا كده خلصنا لقاءنا وخلصنا وقت محاضرتنا، وان شاء الله تعالى بنتقابل في الامتحان يوم الاحد القادم بعون الله في الكليه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.